مرحبا، حياكم الله، سعد الله جميع اوقاتكم، يسر الله مهنا اموركم. بسم الله، بجهز معكم كروسان التفاح او فطيرة التفاح. ممكن تشكلونها على شكل كروسان او على شكل فطيرة او على شكل تارت اللي يناسبكم. عندي هنا كوب وربع طحين، 3 حبات جبن مربعات، واصبع زبدة لين، وملعقة كبيرة قشطة، ونص الملعقة صغيرة بكنج بودر. هذه مقادير العجينة للحشوة: تفاحتين مبشورة، ربع كوب سكر بني او ابيض، وملعقة صغيرة قرفة. بجهز الحشوة الآن، وبعجن العجينة، خليها ترتاح على ما تجهز الحشوة. عندي هنا تفاحتين مبشورة، أنا حطيت تفاح أصفر، تحطون أصفر أو أحمر أو اللي يناسبكم، وربع الكوب السكر البني وملعقة قرفة. بخليها شوي، القرفة ما راح أضيفها الحين، قبل ما أطفيها شوي أضيفها. ممكن تحطون ربع إصبع زبدة إذا أنتوا حابين، بس انا ما راح احط، خليها تطبخ وتستوي لين تذوب تماما، ونجهز معكم الفطيرة. بسم الله، هذه كوب وربع، نضيف عليهم القشطة، ملعقة قشطة وصفع زبدة، وثلاث حبات جبن كريمي، نص الملعقة صغيرة بكنج بودر، ونعجنهم مع بعض. شايفين هذا قوام العجينة؟ طرية ومتماسكة بنفس الوقت. أخليها ترتاح كذا 5 دقايق أو 10 دقايق على ما تجهز الحشوة، وبردها إن شاء الله. قرب التزيين، نحط عليها ملعقة قرفة صغيرة، شوي إذا خلصت الموية اللي في التفاح خلاص طفي الفويل. طفي عليها وخليها، نحطها في صحن شوي وسيع عشان تبرد بسرعة. وزعها كذا في صحن تبرد بسرعة، ونشوفكم إن شاء الله بعد ما تبرد. تفاحتين، تفاح أصفر، ممكن تحطون أحمر أو أخضر. نبدأ بسم الله، نرش السطح بشوية طحين. أخذت قسم من العجينة، نرش عليها شوية طحين، وبسم الله نفردها. لو تبونها زي الفطيرة تقطعونها دوائر وتحطون الحشوة وتقفلونها، لو تبونها في تارت، لو تبونها بأي طريقة، تبونها زي الكروسان زي ما نسوي الحين. نفردها بهذا الشكل. تقطعونها بأي غطاء أو شيء عشان تصير بشكل متساوي. تحطون الحشو عليها، وزع الحشوة على العجينة. وتقطعونها زي ما تقطعون الكروسان العادي، كروسان الجبن. بسم الله،
قد ما تبونها حجمها صغير تصغرون المثلثات أو تكبرونها. ونبدأ بسم الله نلفها زي ما نلف كروسان الجبن بالضبط. هذه الطريقة حطها بصينية ندخلها فرن متوسط الحرارة. نكمل إن شاء الله. مرة صغيرة بس كل صغير مملوح. الآن فطيرتنا جاهزة، كروسان التفاح. تبون تسوون فطيرة زي كذا وتسوونها زي هذه وتسوونها بالشكل هذا راجع لكم. الآن بدخلها على الفرن إن شاء الله. كروساناتنا صارت جاهزة ما شاء الله، شايفين تبونها بالشكل هذا كذا فطيرة، تبونها بالشكل هذا. طبعا شوي بس رش عليها قرفة وسكر بودرة وأحلى كروسان تفاح. انتظري يبرد إن شاء الله شوي ورش عليه. هشة كده نكون خلصنا معكم كروسان التفاح. بألف صحة وعافية. علينا وعليكم.